صل على محمد وعجل فرجهم وعجل فرجنا بحقنا. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله سيدي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وخلت منازلهم فها هي بعدهم، وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد، تأوي الوحوش بها فسرب رائح بفناء ساحتها، وسرب غادي أين أصحاب تلك الديار؟ قال قد شتتوها بين مقهور، قد شتتوهم بين مقهور ومأسور ومسموم بسيف، عنادي هذا سامر وذاك بكربلاء، هذا بسامر وذاك بكربلاء، وبطوس ذاك وذاك في بغداد، واحد بطوس مغرب واحد بغداد، واحد بسامرة وكلهم عني يبعد. الزهراء في هذا اليوم تنادي وولدا ومسمومات، نادي يا ولادي ما بقيت منهم شريدة، ما بين ضامي وبالألم العطش حزة وريدة، وهذا مغلل بالسجين يرفل بقيدة، ما بين هايم خاص
منحت في المنية واحد بطوس مغرب واحد ببغداد واحد بسامرة وكلهم عني يبعد ما عندي إلا من سقايا وهالسم في زارة وعندي قبر باقي البقية يا خليفة حسين بعد يا زارة قالت دهري رماني بالرزايا بكل غالي وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي اسمع اسمع ونت الزارة شو تقول في أولادي مذابيح قضوا كلهم بعد عني مذابيح ونصيح على أولادي القضوا بالطوف مذابيح تدوس الخيل صدر حزين وأولادي المذابيح قضوا كلهم على حر الوطية أويل اللي قضوا كلهم على حر هي الوطية ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. التأمل في كتاب الله وفي مضامين آياته يوصلنا إلى حقيقة قرآنية لا يمكن أن يتجاهلها إنسان، فالقرآن يؤكد على ضرورة التغيير في حياة الإنسان، وأن الإنسان المؤمن إذا كان يزعم أنه مؤمنا لا ريب ولا شك ماذا؟ أنه مؤمن لا شك ولا ريب ماذا؟ أنه يسعى للتغيير الدؤوب في حياته، فمن تساوى يوماه كما يقول المصطفى صلى الله عليه وآله من تساوى يوماه فهو ماذا؟ مغبون يعني خسران. تخيل أن تنظر إلى نفسك لديك من الصحة والعافية، لديك من القدرات والإمكانيات، لديك من المال، ومع هذا يومك هذا كأمسك، فمن تساوى يوما فهو مغبون يعني خسران، مع أن بوسعه أن يربح، ومن كان أمسه خير من يومه فهو ملعون. إذا كان هذا الإنسان يزداد انتكاسة عوضا من أن يزداد رقي، فمثل هذا يطرد من ساحة رحمة الله. ولهذا الشريعة تؤكد على ضرورة أن يغير الإنسان من واقعه،
دوائر التغيير واسعة. الحياة الزوجية تحتاج في علاقتنا مع نسائنا ونسائنا مع رجالهم تحتاج إلى تطوير. العلاقة الروحية مع الله تحتاج إلى تطوير. الوضع المهني والوضع المادي نستطيع أن نطوره. الوضع العلمي بوسعنا أن نرتقي في سلالم العلم. إذن الشريعة تدعو الإنسان إلى ضرورة التغيير الدؤوب. ومن هنا ينطرح أو يطرح سؤال، وهو: من أين يبدأ التغيير؟ القرآن يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أي أن التغيير يبدأ من نفس الإنسان، من البعد الباطني. والبعد الباطني أمران: أولا القلب، وثانيا العقل. هذان أمران باطنيان. من أراد أن يصلح نفسه فلينطلق في التغيير من الفكر والقلب. ولهذا انظروا إلى الأنبياء والأوصياء عندما جاءوا إلى الإنسان بغية إصلاحه. سؤال: ليش الروايات والنصوص والآيات دائما تنظر للإنسان؟ لماذا الإنسان دون غيره؟ لأن صلاح الإنسان يساوي صلاح الدنيا. لأن الفساد الذي نعيش فيه، سواء فساد سياسي اقتصادي اجتماعي، من أين يأتي؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذه اليد تعبير كنائي ذكر الجزء وأراد الكل، أي أن هذا الإنسان قد يفسد بلسانه، قد يفسد بيديه، قد يفسد بأذنيه، وقد يفسد بعينيه. ولهذا إصلاح الإنسان يساوي صلاح الأمة برمتها. عندما نقول أن التغيير ينقدح من الداخل، والداخل إما عقل وإما ماذا؟ قلب. ولهذا انظروا إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يعني مبلغ لأحكام الله، بعد ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. التزكية تنسجم مع القلب الباطني. يعلمهم الكتاب تنسجم عملية التعليم مع العقل. كذلك في آيات الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. المواعظ تنسجم مع القلوب فترق بآثار تلك المواعظ. وأما المجادلة فإنها تنفع مع العقول، المناظرات العلمية. وعلى هذا فإذا هناك قناتان للتغيير: القلب والعقل. ولو جئنا لحياة إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، سنجد أن الإمام يؤكد على هاتين الحقيقتين. أولا التغيير من خلال القلب، من خلال الأخلاق، لأن القلب والروح ينتعشان بتحلي الإنسان بمكارم الأخلاق بالفضائل. تجد ذلك القلب ينتعش. الأخلاق طريق من طرق كمال الأمة. ولهذا الشاعر شي يقول: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم. شنو ذهبوا؟ الأمة كلها برمتها تذهب. الأمة التي تعيش القيم والمبادئ والفضائل أمة شامخة، أمة قوية، أمة تعيش العزة والأنف في نفسها. وأما الأمة التي تبتلى بالجفاف الروحي والخواء الباطني القيمي، أمة ضعيفة ينخر فيها الشيطان. من هنا تجدون أن النصوص والروايات تؤكد على أن الأخلاق طريق من طرق التغيير. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كذب عليه
بعض المستشرقين عندما ادعى بأن النبي إنما نشر الإسلام بواسطة ماذا؟ السيف. هذا كذب. النبي استطاع أن ينشر الدين من خلال الفضائل والأخلاق. النبي يمتلك روحا قوية آسرة يعني تأسر الطرف الآخر. ولهذا عندما جلس النبي صلى الله عليه وآله ولعله في غزوة بدر ليستريح، وإذا برجل من المشركين أقبل والسيف في يده ورفعه على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: من يخلصك مني يا محمد؟ الآن في نظر هذا المشرك أن القوة في يده، لأنه يؤمن بأن القوة عند من يملك السلاح كما يعتقد أبناء الدنيا، وتناسوا بأن الله فوق كل شيء، تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مو المعيار في القوة ما تمتلك من سلاح مادي، قد يعطل المولى كل ذلك. فرفع السيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: من يخلصك مني يا محمد؟ يعني ميت ميت. فقال بكل سكينة واطمئنان: يخلصني منك ربي. تقول الرواية: فضرب جبرائيل يد الكافر فوقع السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله. فرفع النبي السيف على رأس ذلك المشرك وقال: وأنت من يخلصك مني؟ أنا ربي خلص، لكن أنت الآن في موضع الهلكة، من يخلصك مني؟ تقول الرواية: فطأطأ الرجل رأسه ثم رفعه ونظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يخلصني منك حلمك يا محمد. وإذا بالنبي يرمي السيف إليه ويقول: اذهب فقد عفوت عنك. روح روح، أخلاق النبي. أخذ السيف وذهب. قد يقول البعض: كان الأجدر من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقوم بأسر هذا المشرك، ليش ما أسر؟ نقول: الأسر أسران. الأسر أسران، الأسر المادي الذي يتحقق بالسلاسل والأغلال، وأسر آخر وهو أسر القلوب بمكارم الأخلاق. ترى هذا الرجل أطلقه النبي وقد أسر قلبه، ولهذا التاريخ شي يقول؟ يقول: فذهب الرجل وما أسرع ما عاد ومعه زوجته وأولاده وعياله، وقف بين يدي النبي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. انظروا انظروا ماذا فعل. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله، أطلقه ماديا، أسره روحيا. الأخلاق آسرة، الأخلاق والفضائل تؤثر كأثر السحر، لأن الأنفس كما في الرواية عن علي عليه السلام: إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، وبعد وبغض من أساء إليها. وهل يوجد إحسان أعظم من أن تحترم إنسان وتوقره وتعظمه؟ ولهذا الإسلام يؤكد على الأخلاق، لأن للأخلاق أثر. الأخلاق هي التي تجتذب الإنسان وتؤثر فيه. يجي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو من الأعراب ويقبض على جيب النبي ويتله تلا عنيف حتى أثر في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: اعدل يا محمد اعدل. ليش هو النبي ظالم حتى يعدل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، انظروا إلى ردة الفعل كيف،
لاحظ كيف ردة الفعل كيف. فقام المسلمون ليبطشوا به، قال دعوه يا علي خذه واقطع لسانه، يعني خذه واقطع حجته، اعطيه ما يشاء. شيرد هذا الاعرابي، يريد شات اعطيه شات، يريد مال اعطيه مال. فاعطاه النبي ما يشاء، فجاء مبتسما مستبشرا ها شاكرا. فاصبح النبي الان اعدل حاكم عند الاعراب. الاخلاق تكون آسرة، وما احوجنا ان نتحلى بتلك الاخلاق والفضائل. ليش الإسلام يأمر بالصدقة؟ الصدقة التي تجر ثواب لا ينقطع. يا صدقة هذه الابتسامة، تبسمك في وجه أخيك شنو؟ صدقة. أنت تعرف شنو أثر هاي الابتسامة؟ ابتسامة الزوج في وجه زوجته، أو العكس، الجار في وجه جار. المؤمنون المؤمن هش بش، هذه الابتسامة تفتح الآفاق وتجتذب النفوس. قد يقول البعض أن لنا والابتسام والهموم كثيرة، هموم كثيرة. طيب هي عالم الدنيا، هاي الدنيا لابد ما يخلو إنسان من هم من كدر من بلاء. لكن شو يقول الإمام علي؟ يقول عليه السلام المؤمن حزنه في وين؟ في قلبه، وبشره في وجهه. مع شدة المحن والابتلاء، إلا أن المؤمن المسلم بقضاء الله وقدره يتحمل الأذى ويستقبل بوجه الرضا الدنيا بما فيها. ولهذا إمامنا الحسن العسكري روحي فداه، الإمام انطلق من خلال الأخلاق في تغيير الكثير من سلوكيات الناس. صحيح الحكومة العباسية لم تعطي الإمام مجالا، لأن الإمام قتل وهو ابن 28 سنة. الإمام مو كبير. في عنفوان شبابه الإمام روحي فداه تم الفتك به وقتل بالسم. ولكن بدأ مشروع التغيير الأخلاقي من وين؟ من المدينة المنورة، ولم يترك، فأخذ من مسقط رأسه وجاءوا به إلى سامراء، فصار ينقل من سجن إلى سجن. ولكن روح الإمام، إشعاعاته النورانية لطهارة قلبه كانت آسرة لأعداء الله. وضعوه في سجن صالح بن وصيف، فوضع عليه رجلين شديدين من أشد الرجال، رجلين من أشد الرجال، وأمرهم أن يؤذوا ويمعنوا في أذية الإمام. وإذا بآذين الرجلين قد انقلبا إلى رجلين في قمة الصلاح والاستقامة. إجا العباسيون استفسرون من صالح بن وصيف ليش؟ فقال ما أصنع وقد أوكلته إلى رجلين شديدين وإذا بهما انقلب إلى حال من الصلاح. سألوهم ليش؟ قالوا رأينا رجلا يقوم الليل يصوم النهار، دأبه الذكر ودأبه البكاء من خشية الله. هذه الروح العالية أسرت هذين السجانين. ما تمالك. انظر كيف ممكن يتأثر الإنسان بالأخلاق العالية والطهارة النفسية. شالوا الإمام ونقلوه إلى سجن علي بن أتامش، وكان الرجل ناصبيا، يعني مبغض حاقد. لكن شو تقول الرواية؟ تقول الرواية وما خرج الإمام من سجنه إلا بعد أن وضع الرجل خده على الأرض إجلالا وتعظيما للإمام، وكان لا يضع عينه في عين الإمام، ما يجرأ يطالع الإمام، ينكسر قدام الإمام. وخرج الإمام من سجنه والرجل من أعظم شيعة أهل البيت ذوبانا وحبا في إمام زمان. إيش سوى فيه؟ سحره؟ لا، هذا ليس سحر، وإنما النفوس الطاهرة المتحلية بالأخلاق والفضائل فيها من القدرة ما تؤثر في الآخرين. هارون الرشيد
عندما أودع الإمام باب الحوائج في طامورة السجن، وفي يوم من الأيام وإذا بباب الطامورة يفتح، شنو يريد الرشيد؟ وإذا بهم قد جاءوا بمغنية مطربة حسناء من مغنيات القصر العباسي، بنت رائعة الجمال، فتية، وجايبينها إلى الإمام في الزنزانة. فأبى الإمام أن يدخلها، فغضب الرشيد وقال: خذوها وضعوها في سجنه وقولوا له ما برضاك سجناك، أنت مو بكيفك عندنا بالسجن، واتركوها عنده. تخيل كما في الرواية عن علي: المرأة مصيدة من مصائد إبليس، المرأة السيئة مصيدة، وما خلا رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما. وتركوا تلك المرأة التي ليس لها عهد بالصلاح ولا الاستقامة، امرأة جاءوا بها لتكون طعما، طعم ليقع الإمام في غوايتها. ولكن العجب أن القوم لما رجعوا ونظروا وإذا بالإمام ساجد والمرأة ساجدة، الإمام يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والمرأة من ورائه ساجدة باكية منتحبة على نفسها. الرشيد لما أخبره السجان إجا مسرع نظر، فقال: لقد سحرها والله، هذا مو سحر، الإشعاعات النورانية من قلب الإمام الطاهر أثرت في مثلي، أثرت في مثلي من؟ هذه المرأة، التحلي بالسجايا العالية. ولهذا تجدون الشيخ عبد الكريم عبيد حفظه الله تعالى من العلماء اللبنانيين الذين وقعوا في أسر الصهاينة. سماحة الشيخ بنفسه يحدثنا في الحج، استضفناه سنة من السنوات قبل 4 أو 5 سنوات، وكان من المحررين بعد أن قضى مدة طويلة في سجن اليهود. يقول هذا الرجل الجليل العالم، يقول: تعلق بي شاب من اليهود تعلقا غير طبيعي، ولد شاب في 20 من عمره، اتعلق بي الشيخ عبد الكريم تعلق أبوي. ليش؟ لأن الشيخ كان مثالا لأخلاق أهل البيت، مع أنهم معادين مبغضين، ولكن الأخلاق الإسلامية تفرض نفسها وتأسر القلوب. يقول الشيخ: لما كنت في السجن كل ما أريده يأتيني، كل شيء أريد يجيبه، يعاملني معاملة الابن البار بأبيه. تخيل، وفي اليوم الذي أطلق فيه سراحي بكى، ومن شدة بكائه يقول كان يبكي كالابن الذي فقد أباه، لهالدرجة يصيح. مو هذا السجين عندكم مسلم؟ لكن التعلق الأسر القلبي والروحي. الأخلاق إذن طريق من طرق التأثير، ولهذا الإمام العسكري عليه السلام كان مؤثرا في الواقع، ولهذا انتزعته السلطة العباسية وجاءت به ليكون تحت الإقامة الجبرية، وصار ينقل من سجن إلى سجن. إذن القناة الأولى للتغيير في القرآن من خلال القلب، والقلب ينتعش إذا ما رأى الأخلاق والملكات العالية. والطريق الثاني الباطني من خلال العقل، هذا العقل قد يغذى بعلم سلبي يؤدي إلى انتكاسة معرفية وانحراف عقائدي، وقد يغذى بمعارف تقود الإنسان إلى الكمال. ومن هنا يقول الإمام الصادق عليه السلام: بادروا أولادكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. يعني أيها الأب، أيتها الأم، أيها المربون، في زماننا هذا ما توجد مرجئة، لكن الموجود المرجئة عبارة عن إيش؟ التيارات والأفكار المنحرفة، لأن المرجئة طائفة منحرفة عقائديا، وكانت تسعى لنشر أفكارها في عقول الناس.
اليوم الانترنت، شبكات الانترنت، التلفزيون، الأفلام، المسلسلات، الإعلام، كلها تمثل وسيلة من وسائل تكوين البعد الثقافي والمعرفي. الأب والأم يجب أن يمتثلا إلى أمر الإمام، بادروا أولادكم بالحديث. ابدأ علم ولدك، أوجد مناعة روحية وفكرية عند أبنائك حتى يسلموا من ذلك الفكر الوارد. إذن التغيير الداخلي الذي يكون من خلال العقل يكون بالعلم. العلم وما أدراك ما العلم، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فقم للعلم لا تبغي به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم ماذا؟ أحياء. الإنسان اللي يريد يبقى يعيش الخلود ويتمتع بالوجود المعنوي حتى بعد رحيله فليضع يده في يد العلم. ولهذا الإمام عليه السلام، الإمام العسكري، كان يعلم بأن إيقاظ الأمة أفضل الطرق إليه من خلال العلم. اتخذ من منبر رسول الله صلى الله عليه وآله منصة للعلم والعطاء، ولكن النظام لم يترك الإمام فأخرج من مسقط رأسه. كان الإمام متيقظا، كان الإمام عليه السلام متيقظا لكل تغير فكري ومعرفي في وين؟ في الأمة. ولهذا قضية الإمام مع الكندي، يوسف بن إسحاق الكندي، يوسف هذا الكندي المعروف ألف كتاب المتناقضات في كتاب الله، جاء إلى القرآن وإذا به يجد القرآن كما يزعم أن في القرآن تناقض بين آياته، إما على مستوى المنطوق أو على مستوى المفهوم والمعنى، والنتيجة بدأ يؤلف كتاب تناقض القرآن. هذا أمر خطير. الله يقول في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا القرآن فيه ما فيه من التهافت فلا يصلح أن يقود الأمة إلى سعادتها، مستحيل. كما أن النبي في حديث ماذا؟ ثقلين، يؤكد على ضرورة التمسك بالكتاب، وأن من تمسك بالكتاب والعترة لن يضل أبدا. فإذا الكتاب اتضح أن فيه من التهافت والتعارض والتناقض، ما يصلح القرآن. فمشروع الكندي كان من أخطر المشاريع على الأمة، خطير جدا، طعن عنيفة في كتاب الله. ولهذا التفت الإمام يوما من الأيام إلى أحد تلامذته فقال: ألا يوجد فيكم من يوقف هذا الكندي؟ فقالوا: ما نصنع ونحن تلامذته، ما نقدر. فقال: أتبلغ عني؟ قال: بلى. قال: اذهب وقل له إن هذا القرآن له لفظ وله ماذا؟ معنى، وإن المعنى حمال ماذا؟ أوجه. الألفاظ في معانيها حمالة أوجه، فلو أن ما فهمته أنت لم يرده قائله. يعني لو كان الكلام مو المقصود هذا، الله يريد شيء وأنت فهمت شيء، الآن ما أنت صانع. وهذا كلام معقول. اللغة العربية يا أخوة فيها مترادفات كثيرة، على سبيل المثال كلمة العين، فالعين مثلا في اللغة تطلق على العين الباصرة، على عين الركبة، على عين الذهب، على عين الماء، على الجاسوس، كلها عين عين عين. ولهذا يستعان في فهم اللفظ المراد من خلال ماذا؟ القرائن الحالية والسياقية والمقامية. القرينة هي التي تدل على ما هو المراد من هذا اللفظ. كثير من الكلمات تحتمل أكثر من معنى. عندما يأتي الكندي ويدعي أن الآيات القرآنية متعارضة متناقضة، يعني هذا قرآن ما صادر من عند الله العليم، الله عالم، فكيف تقع آياته في التناقض؟
فلما أخبره تلميذه وقال لعل ما فهمته لم يرده الله. وعندئذ ماذا تقول لربك؟ فقال من علمك هذا؟ قال انقدح في قلبي، قال ما مثلك يأتي بهذا؟ قل ألح علي. فقال أخبرني به الحسن العسكري عليه السلام. فقال بلى إن مثل هذا يأتي من هذا، هذا الإشكال منطقي حقيقي. فأمر الكندي بحرق ماذا؟ جميع مؤلفاته في هذا المجال، كتب يسهر عليها الليل والنهار ها فقط ليثبت التناقض والتعارض في كتاب الله. تهافت، قال علي بالنار، وأضرم النار في تلك الكتب فأحرقها عن آخرها. وإلا لو هذا المشروع استمر يمثل خطورة للأمة برمتها، سنة وشيعة، الطعن في كتاب الله مشروع خطير. الإمام كان يسعى لتصحيح الفكر وتغيير المعتقدات السلبية. يأتي إليه محمد بن الربيع الشاني. محمد هذا الملقب بالشاني يقول دخلت الأهواز فالتقيت برجل من الثانوية، ثانوية دولين يدعون بأن الإله ليس واحدا بل اثنان، إله النور وإله شنو؟ الظلمة، إله الخير وإله شنو؟ الشر، هكذا يدعون. فدخل الشاني في جدال مع رجل منهم مما أثر في عقيدته وأوجد عنده شكوك. يقول هذا الرجل محمد بن الربيع الشاني سافرت من الأهواز إلى سامراء، لما إجيت إلى سامراء الإمام موجود والإمام تحت الإقامة الجبرية، فكان يلزم بالذهاب إلى قصر السلطة يومين في الأسبوع، فالشيعة والمؤمنون ما يقدرون يتصلون بالإمام فيقفون على قارعة الطريق يرون إمام زمانهم يؤخذ. يقول هذا الرجل وبينما الشبهة في رأسي، الشبهة العقائدية، وأنا واقف أتفرج وإذا بالإمام يمر في الطريق، فأدار رأسه ونظر إلي ثم رفع سبابته وقال لي أحد أحد. تخيل الموضوع خطير. أول شيء شلون عرف الإمام؟ تلك الشبهة في قلب هذا الرجل اللي حال حال الناس ساكت، هذا جانب. جانب الثاني يؤكد أن عقيدة الثانوية باطلة والإله واحد ليس متعددا، لا إله خير وشر ولا إله نور وظلمة، بل هو الله الواحد القهار. يقولون بس سمع الكلام من الإمام وقع على الأرض مغشا عليه، ثم عاد إلى عقيدته الصلبة. هكذا الإمام كان يرصد الكثير من الظواهر ويحاول تغييرها. قد يقول البعض أن الإمام كيف تسنى له؟ طبعا عمر الإمام قصير جدا، 27 سنة، ولكن تواصله مع القواعد الشعبية في ظل الضيق السياسي والإقامة الجبرية. إذا تريد تعرف شلون الإمام كان يتواصل، تأمل في رواية داود الأسود. فداود الأسود أيها الأحبة، هذا الرجل داود كان ماذا؟ كان حمامي للإمام، يعد إليه الحمام، خادم عند الإمام ويشرف على هذا الجانب. يقول يوم من الأيام دعاني الإمام فأعطاني خشبة كأنها رجل باب طول ذراع، وقال لي خذها إلى العمري الوكيل. وأخذ هذا العبد الخشبة وظل يمشي يلوح بها بالشارع، مع أنه من المقربين للإمام وممن يعيش في دار الإمام، ولكن أمور الإمام كانت في غاية السرية. وفي الطريق زاحمه سقاء على حمار، فقال له السقاء صح بالحمار، ازجره. فجاء ليزجره فضربت رجله الخشبة فضربت متن الحمار، فغضب السقاء فأخذ يسبه ويسب الإمام عليه السلام، لأن ذاك ناصبي ويعرف هذا الشيء. لكن وين؟ يقول التفت إلى الخشبة وإذا بها
ما هي إلا ظرف منحوت من الداخل قد انشق، نظرت إليه وإذا فيه لفائف الكتب، ما أن رأى ذلك وضعها في كمه وأدخلها في ذراعه ويأيده وراح يركض مسرع وأعطاه العمري، لأن لو أن السلطة العباسية ظفرت بها لقطع رأس هذا الرجل ولأدين الإمام عليه السلام. الإمام حركته السياسية كانت في قمة ماذا؟ كانت حركة الإمام في قمة التقية، ولكن التقية عند الإمام ليس كما هو معروف، التقية هي العمل السري ماذا؟ المحكم. ولهذا تجدون أن الإمام روحي فداه، ومع شدة المحنة التي قاساها لأمرين: الأمر الأول لأنه يمثل القيادة السياسية، والأمر الثاني لأن الإمام هو الطريق لظهور الإمام المصلح في آخر الزمان الذي على يديه هتتزلزل عروش الظالمين. من هنا نكلوا بالإمام وصار ينقل من سجن إلى سجن، إلى أن ألقي في سجن نحرير، فالتفتت إليه زوجته وقالت له: هون عليك، فإن هذا رجل صالح، ألا ترى كيف أنه يقوم الليل ويصوم النهار ودأبه الذكر لله؟ فقال: والله لأرمينه في بركة السباع. رجل حاقد أخذ الإذن، ها وإذا بهم يلقون الإمام في بركة السباع، عنزلوه في قفص الأسود، وإذا بهم يتفاجؤون كيف أن الإمام يقف في وسط الأسود يصلي، والأسود من حوله حلقة لا تمسه بسوء أبدا. هذا ولي من أولياء الله. ولهذا إجا زمن المعتز. المعتز ماذا فعل؟ كان المعتز يخطط للفتك بالإمام، فأمر سعيد الحاجب وقال: خذ العسكري وامضي به إلى جهة الكوفة، اطلع به، الظاهر أنت طالع بسفر، بعد واضرب عنقه في الطريق. ولكن ما أسرع ما ثار عليه الأتراك قتلوه. إجت النوبة للمهتدي، ها؟ كان دائما يكرر: والله لأجلونكم عن جدد الأرض، يعني يفنيهم عن آخرهم، ها؟ وإذا به يريد الفتك بالإمام، أيضا الأتراك عجلوا به قتلوه. إلى أن جاءت النوبة إلى من؟ جاءت النوبة إلى المعتمد، هذا الرجل الشقي الذي دس لإمامنا عليه السلام السم في طعامه. تخيل شاب 28 سنة وضع له السم في طعامه، وبقي الإمام 8 أيام، ها هي 8 أيام من أشد الأيام محنة على الإمام. أخذ يتقلب على الفراش يمينا وشمالا: لا تنسون يا مؤمنون الإمام غريب عن الديار. من مع الإمام؟ معه زوجته صقيل أم الإمام الحجة عليه السلام، ومعه خادمه عقيد، هذا الرجل العبد الشيخ الذي أشرف على رعاية الإمام منذ طفولته، بينما الإمام في داره والسم يسري في بدنه، لا طبيب فيطببه ولا قريب فيؤنس، والسم يسري في بدنه. التفت إلى عقيد، قال: يا عقيد، علي بالماء، الإمام يشعر بحرارة الزوم. جاءوا بالماء، أخذ الكاس، ارتعشت كف الإمام، لم يقوى أن يشرب الماء، وضع الكأس على فمه، تضارب بأضراسه فلم يقوى أن يشرب الماء،
فقال يا عقيد امضي إلى ذلك البيت، يعني ذيك الغرفة، امضي إلى ذلك البيت ستجد غلاما ساجدا لله ادعو إلي. أول مرة عقيد، مع أنه مقرب للإمام لأول مرة، تقع عينه على صاحب الزمان، روحي فداه، هو المعزى في هذا اليوم. يقول عقيد: فتحت الباب وإذا بي أرى غلام ساجدا لله عمره 5 سنوات أو 6 سنوات، فقلت له: إن سيدي يدعوك. فقام من موضعه فأقبلت أمه ضمته إلى صدرها وجاءت به إلى أبيه: أجرك الله يا صاحب الزمان. جاءت بي إلى أبي ما أن رآه العسكري عليه السلام، فتح ذراعي وضمه إلى صدره، ثم قال: بني اسقني الماء. أخذ الكأس، أخذ يسقي أباه، ثم ضمه إلى صدره وهو يقول: بني أنت حجة الله، بني أنت صاحب الزمان، بني أنت الخليفة من بعدي. وكأني بالمولى ينادي: وأبتا ومزموما، أجركم الله. أراد أن يصلي ركعتين، قام الإمام الحجة يوضئ أباه، لأن العسكري عليه السلام لا يقوى على الوضوء، وضأه ولده. فلما صلى ركعتين من جلوس، فلما فرغ من صلاته نظر إلى ولده يودعه: بني في أمان الله، أجرك الله يا صاحب الزمان. نظر إلى أبي وقد تغيرت أحوال واصفر لونه، فنادى: وأبتا ومزموما، أويلي صفرة الوان والنتا صارت قصيرة، ما لقرابة وعيلته صارت بحي، وسفه يموت بدار غربة بلا عشير، ما بين عديدين ما عدهم محنة. أجركم الله، وعند اقتراب الرحيل مد يدي وأسبل رجلي وعرق جبينه وسكن أنينه وأغمض عيني وفاضت روحه الطائرة. ألا من مناد وإماما ومسموما، نادى الحج: وأبتا ومصيبتا. غمض عيونه وجذب والنو فاضت الروح وتزلزلت بسمات سامرة من النوع، وصاحب الغيبة من المصيبة القلم مجروح
والنتبو شعبان قلبه وجرحنا. ها أما الزهراء ما حالوات نادي أولادي ما بقيت منهم شري ما بين ضامي وبالعطش حزا وريد وهذا مغلل بالسجن يرفل بقيد وما بين هاي مخوف من حد في المنية. بيت الدعاء يروى بأن أم الإمام شعر قلبها بفراق ولدها فكانت في المدينة تخرج إلى حدودها تسأل الركبان تسأل القوافل أعندكم خبر عن ولدي؟ هذا الموقف يذكرنا بموقف أم البنين ومحمد. يقف محمد على حدود المدينة يسأل الركبان أنا ولي يمتى يجي المرسول ويصيح البشارة يا أهل المدينة زينوا والحسين دا نذر علي لعطية طار شبشا وانشر بيارك في المدينة شمال ويمي. فقضى ودمع العين يجري من الحشا يا الله. اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير لا تدع لنا في مقامنا آذى ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا كشفته ولا أسيرا إلا خلصته ولا غريبا إلا أرجعته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيت ويسرت بفضلك وبمنك يا كريم. والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والحاضرات وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار إلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.